السلام عليكم. ان شاء الله النهارده باشمهندس حسن هيدينا اوتوكاد ادفانسد ماسترنج اوف ديسك اوتوكاد، فمحاضره شيقه. ومهندس حسن يعني اخذنا معاه 3 محاضرات قبل كده وكانت محاضرات قويه جدا، فبالتوفيق يا استاذ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل سيدي. صوتك كويس؟ صوت واضح. تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالحضور. أتمنى إن شاء الله إن إحنا نقدر نقدم محتوى جديد، محتوى غني إن شاء الله يفيدنا كلنا. طبعا أنا بستفيد قبليكو إن أنا بقدر أوصل معلومة، ودايما بستفيد من الأصدقاء اللي بنتكلم مع بعض في المواضيع الهندسية ومواضيع الرسم والدرافتك. أولا إحنا الأوتوكاد. الاوتوكاد ده برنامج معروف، احنا طبعا انا بادفانس فمش هتخش في الاوتوكاد ومعناه ايه والحاجات دي كلها. برنامج الاوتوكاد الناس في ناس بتشتغل عليه، ولكن احنا بنحاول نوصل لمرحله متقدمه شويه. مين اللي هيشتغل معانا؟ الديزاينرز، واي واحد مهتم بالاوتوكاد هيقدر يستفيد منه. عايزين نعمل بدايه خالص، لازم نعرف الاوتوكاد. لازم نهتم بقائمة مهمة جدا اللي هي ايه؟ اللي هي الفورمات دي. طبعا هنهتم بيها كويس قوي، لو اهتمينا بيها وعملناها كويس هنقدر نتحكم في الاوتوكاد جامد. طيب دي هتكون محور الكورس. طب نبتدي بايه بقى؟ نبتدي باللايرز. احنا يا جماعة اولا طبعا اتمنى انكم شفتوا محتويات الكورس، ولو حد ما قال لي تعديل او ليه اي اضافة ياريت يبلغنا بيها بحيث ان احنا نتكلم فيها برضه. تمام. في اللايرز، مش عارف دي تشيلز ايه. تمام كده. اللاير يا جماعه دي اهم حاجه بتظهر لينا الشغل. اولا ليا انا ان انا وانا اجي شغال فانا لازم اعرف الشغل بتاعي في انهي لون وحاجات زي ما جت بعد كده، بيديني محتوى، بيديني امكانيه ان انا اشتغل باللايرز عشان ادي سمكات محدده للخطوط. تمام. طب سمعتوا يا جماعه انا دي اشيلها ازاي يا باشمهندس؟ معايا يا باشمهندس؟ هو اللي هي كلمه ادمت اللي بتظهر دي؟ نعم. زي ما بتغطي. طيب هو انا هشيلها، بس حضرتك ما تغيرش الشير بتاع السكرين، او لما تعوز تغيره بعرفني بس. اغير ايه؟ يعني حضرتك لو فصلت الشير وجيت تعمل شير تاني مش هتعرف تعمل شير الا لما ارجع حضرتك كوست تاني. تمام ماشي. تمام. احنا نرجع تاني لمرجعنا اللايرز. طبعا ده المسمى، ده الاون اوف، وده الفريز لوك، لايرز الكلر، اللاين تايب، اللاين ويت. اللاين ويت احنا اتكلمنا فيه في الكورس بتاع الستاندرد، لكن هنتكلم فيه. احنا عندنا في نوعين او في طريقتين للطباعه. في طريقه اللي هي بالكلر اللي هي باللون، لما اجي اقول له كل لون يتبع بسمك معين هنيجي نطبع برنت. هناخد مثلا جري سكيل، لما اجي اقول له مثلا كلر اللون الاحمر اطبعه بلاين ويت معين، فدي الالوان الموجوده. تمام. دي طريقه ان انا اعمل بالحسب اللون بطبع السماك. الطريقه الثانيه اللي هي اخلي اقول له اوبجكت لاين ويت وبعدين ابتدي اغير في الجزء ده اللي هو هنا. فطبعا هنا هقول له مثلا انا عايز اللير ده بسماكة معينة 0.5، ده 0.2 0.05 0.2. هتفرق في ايه؟ بتفرق ان دلوقتي انا خرجت من حتة الكلر ان انا اغير اللون ده او اثبت اللون. انا ممكن اخليهم كلهم لون واحد ولكن السماكات مختلفة، فده بيساعدني بيديني امكانية اكتر ان انا اقدر اتحكم في الطباعه اكتر.
لان مثلا اقسام، مثلا الاقسام المعماريه طبعا بيستعمل بلايرز كتير، لكن القسم الرئيسي اللي هو سوري الديبارتمنت الديبارتمنتس الانجينيرنج التانيين اللي هم الام اي بي عامه بيستعملوا اول 7 ألوان بس، فكل واحد عايز لون بسمكه معينه، مش هاجي بقى اعمل بلوت ليميت لكل قسم، فانا بعمله واحد ومن هنا من الجزء ده بغير سمكات كل خط موجود. طيب احنا عايزين نكتب بقى ايه، نفتح لايرز كتيره كده. تمام، طيب انا دلوقتي عندي اللايرز مثلا دي، ولما اجي اخد اكستندد ريفرنس في ما في مكان ما، انا عايز مثلا التلاته دول اخدهم اهم، انا عايز افلتر اللايرز بطريقه معينه. يعني ايه بطريقه معينه؟ يعني اللايرز مثلا المعماري، طبعا انا لما باجي اسمي في لما اجي اعمل سيستم بقى معين، فانا بسمي مثلا اللايرز A داش كذا، A داش فدي الاركتكت المعماري، S ستراكشر، C سيفل، E الكتريك، وهكذا. فالحاجات دي كلها اصلا بتفرق، فانا عايز اعمل فلتريشن للحاجات دي، هي فلتر للحاجات دي كلها. طيب هنا اللايرز بتاعت الاكس ريف هتظهر هنا. طيب انا عايز اللايرز اللي هي داش اي 4 داش، فباجي في الحته دي اهي الزرار ده بيفتح لي الفلتر بروبرتس، بكتب مثلا الفلترز بتاع الاي 4 داش. طبعا الاسماء دي هنا مختلفة مش هتفرق قوي معانا، لكن دي الاسمية بتعرف بيها بس. هنا بقى النيمينج، هنا اسم اللايرز، انا عايز اللاير اللي بيبتدي A4-405، A4-405، وبعد كده بقى بحط الاستريكس هنا عشان يجيب ايا كان موجود. لو شلتها الاستريكس مش هيجي لايرز، لان مفيش لايرز، مفيش لاير اسمه كده. تمام، فبقول الاستريكس اوكي، هرجع لللايرز تاني هلاقيه موجود هنا اهو. هنبص هنلاقي اللايرز دي بس هي اللي موجوده وجت معانا. طب تيجي نغيرها، لو قلنا خليها الاي 5 405 برضو، وهنا خلينا دي اي 5 اي 5405 مش موجود. خدتوا بالكم يا جماعه؟ مفيش لايرز عندنا في الحاجات دي. طب نعدل، نعمل من غير 405 بس، نخليها اي 5 اهي جت لنا الاي 5 كلها داش 50 اهي جت A5. نعمل واحد تاني للA4 بقى عشان تبان اكتر، A4 هنقول له هنا اي حاجه تبتدي بA4 اظهرها. هقول له نيجي نخش بقى نشوف على اللايرز دهيت، هنا يا جماعه A5 اهي A5 داش، وهنا الA4 اللي هي بتاخد معانا. تمام كده يا جماعه؟ احنا عايزين بس الكورس ده يكون تفاعلي، يكون من طرفين. انا ممكن اقول حاجه، لو حد عايز واخد وقت معين يجربها عنده يتفضل يرفع ايده، مثلا يرفع ايده او حاجه، او اللي هي ريز هاند هيت، يقول لي عشان يجربها. تمام يا جماعه؟ فاي اي وقت او اي حاجه ممكن برضو تفضلوا، انا هستنى ونجربها. طبعا الحاجات دي احنا صغيره، ممكن حاجات بسيطه صغيره ممكن تبقى تتذكر، ولكن لما ندخل في حاجات تانية ممكن تبقى كبيره شويه، ممكن ناخد وقت فيها ان احنا نتكلم فيها. طب ماشي، نرجع تاني بقى لحاجتنا. اللايرز خلاص كريتنج لاير فلتر. تمام، الانوتيشن، ايه الانوتيشن يا جماعه؟ لو حد حابب يفتح المايك يتواصل معايا عادي يعني، اتفضلوا يا باشمهندس عمرو، لو حد عايز يتفضل ويفتح المايك يتفضل عشان نفتح.
احنا كنا زمان اما كنا في المسألة عشان ايه مواسة يا جماعة كنا زمان لما نيجي نكتب تكست مثلا فبنكتب تكست جراوند فلور بلان طيب احنا لو واحد 100 سكيل واحد 200 وسكيل واحد 300 والحاجات دي كلها بنضطر نعمل اتنين تكست تمام ده نعمله سكيل 2 مثلا لان ده هو سكيل واحد ل 100 ده واحد ل 200 وده واحد ل 100 فلما اجي اعدل حاجه هنا فلازم لازم اقعد اعدلها مرتين هنا وهنا وهنا والحاجات دي كلها جه لي قال لنا لا يا جماعه احنا نعمل حاجه اسمها نوتيشن النوتيشن دي ايه النوتيشن دي يعني بيكبر ويصغر كل حاجه حسب السكيل حسب النوتيشن بتاعك فين النوتيشن بتاعك تحت الجزء بتاعك اللي هو اهو تحت شايفينه يا جماعه اللي هو ده الاوتوكاد بيدينا ان سكيلز احنا عايزينها اللي بنستعملها عامه اللي هي بالملي وبالانش حسب النظام اللي هو الايه الانجليزي طيب انا في حاجه هنا دي 1 ل 1 2 4 5 هنا مثلا مش موجود 1 لايه 1 ل 25 عايز اضيفه احنا بنتعامل هنا السكيل ده بالملي ده مبدئيا بالملي هنروح حالين ايه نقول له هندوس على الزرار اللي هو الكاستم او من تاني هندوس على الزرار ده اهوت هيظهر لنا القايمه في اخر السطر اللي فيها اللي هو ايه الكاستم ندوس عليه هيظهر لنا القايمه دي هنقول له اد انا عايز سكيل واحد الا فيبر يونت اكتب واحد درون يونت 25 فبنشتغل على الملي طيب هنقول له اوكي هنظهر ظهرت عندنا هنا اهي 1 ل 25 ظهرت اهي تمام طب انا عايز بقى رقم من المتر والملي اللي هي الالف فانا هقول له 1 25 متر في العادي نكتب 1 ل 25 طبعا في بيقعد بيحسب يقول لك واحد وبعدين بوينت 225 لا هي اكتبها 1000 على طول ريح نفسك 1000 ل 1 ل 25 دي في المتر لما نيجي نرسم بالمتر عايزين نعمل انوتيشن بنعمل له 1000 ل 5000 نعمل واحد ثاني اللي هو مثلا 1 ل 100 مثلا ادي 1 الى 100 بالمتر يبقى هنا في العادي نكتب 1 ل 100 لكن هنا عشان بنكتب المتر هنعمل هنا ايه؟ هنا 1000 تمام يا جماعه بقى عندنا ظاهرين اهم نشتغل عليهم طب تمام كده يا جماعه طيب هنا بقى هنستفيد منها ازاي حته الانوتيشن دي بنستفيد منها عامه لما نكون بنعمل اكتر من سكيل في اللوحه الواحده سكيل عن طريق اللي اوت مش عن طريق السكيل الاوبجكت نفسه ازاي يا جماعه تيجي نفتح مشروع كده كنا شغالين عليه شويه كده اهو مثلا ده يا جماعه اهو ده سكيل 1 ل 25 وفي قفل هنا اهو عشان ما حدش لما اعمل دبل كليك جوه الفيو بورد ما يبصش معايا اروح فاتح واغير السكيل 1 ل 25 بصوا يا جماعه الاول ايه ناكد بس ان هنعمل مربع بس كده حوالين التكست عشان نعرف حجمه قد ايه تمام بعدين ندخل جوه ونقول له غيرها دي 1 ل 10 وادي التكست شفتوا يا جماعه الله ما اتغيرش حاجه التكست كبر هقول لك ان احنا لازم نعرف التكست ده او الدايمنشن ده ان هو النوتيشن شوف هو ما كبرش لو هنكبر ونصغر طبعا ده التكست دهوت المربع ده اللي احنا عاملينه ده كان حجم التكست نرجع تاني نعملها هنرجع لحد 25 اهي المفروض لما اغير الانوتيشن التكست يفضل
زي ما هو لما غير السكيل انتشن دوت اللي هو تحت ده هنا ده لما غير واحد 25 المفروض يتجي سيف ده الحجم زي ما هو، لكن انا دلوقتي الحجم ما اتغيرش، الحجم كبر ليه؟ طب نمسك الديميشن كله كده عشان نشوف الفرق بينهم وهنفتح. السلام عليكم. عليكم السلام. معلش معلش عشان حسن، هو الصوت بيقطع كتير قوي والشريط الادوات من تحت في الكاد مش ظاهر. شريط الادوات مش ظاهر. انت طب طب اعمل شيرنج ازاي تاني؟ اهو. طب هستوب شيرنج وتفتح لي الشيرنج تاني. ماشي. سامعني يا باشمهندس؟ انا كده تمام. ادي الشيرنج اهو، انا بدوس سكرين صح كده؟ لا يا باشمهندس لسه السكرين ما ظهرتش. سكرين اقول شير ظهر كده. اه بالضبط. طيب نقول تاني، احنا بنستعمل الانوتيشن عشان نخلي التكست لما كل ما نغير السكيل بتاع اللوحه في الفيو بورت يفضل التكست بحجمه زي ما هو، لا يكبر ولا يصغر معانا عشان يبقى اللوحه متناسقه ومظبوطه. فهنيجي نجرب في اللوحه دي، احنا عملنا هنا مستطيل الكتابه اهو تكست عملنا حوالي الكتابه، لما نيجي نعمل نغير السكيل اللي هو من هنا اهو هنيجي نغير السكيل نخلي واحد لعشرة، المفروض الكتابه التكست يصغر، التكست ما صغرش ليه؟ هنيجي نشوف بقى تاني، نرجع تاني 25 اهو، لان لازم اعرف الدايمنشن ده ان هو النوتيشن في 1:100 او 1:10 او 1:25. لون التكست اهو بروبرتس في الانوتيشن هنا اهو. طيب نضيف واحد ل 25 او نضيف واحد ل 25 سوري، هنحط نضيف واحد ل 10 ونقول له اوكي. اوكي تمام. اغير واحد ل 10 بقى. شفتوا يا جماعه عامل ازاي؟ تكست كبير وتكست صغير. ليه؟ لان ده متعرف وهتلاقي نفس الحجم اهو. وصل الفرق يا جماعه كده ازاي؟ فهو طب هننسى ده تمام كده يا جماعه؟ انا بس افتح ال، هل في اي استفسار او اي حاجه؟ تمام لحد هنا؟ باشمهندس بعد اذنك. نعم. ممكن حضرتك تتعرف الهدف تاني من الانوتيشن بعد اذنك؟ عشان بس انا مش فاهمه قوي. ماشي حاضر. في استفسار تاني؟ كنا زمان اما نفتح الاوتوكاد ونشتغل عليه ونحب نعمل في الفيو بورت، كان اوتوكاد 14 مثلا في فيو بورت، ولكن لما نيجي نغير الفيو بورت ونغير السكيل بتاعه، يعني مثلا عندنا لوحه فريم كبير او حجم كبير 1:200 وبعدين نقسمه يبقى 1:100، فالتكست هنعمله ايه؟ بنعمله مرتين، والتايتل نعمله مرتين، وكل حاجه نعملها مرتين عشان التكست يبقى حجمه متناسب. لان لو عملت وعملت 1:100 الحجم التكست هيبقى قوي وضخم هيملى المكان كله. طيب فهم جم قالوا ايه بقى؟ نفس الحكايه الدايمنشن، الدايمنشن كنا بنعمل اثنين دايمنشن وكبير وصغير، وكان حاجه مهلكه شويه وتقعد تعمل ايديت كتير قوي. طيب هم جم حلوها بقى، قال لك ايه؟ قال لك احنا هنخليك تغير في الفيو بورت بس الانوتيشن هو اللي يتحكم في السكيل. ازاي؟ احنا عندنا عندنا فيو بورت اهو، في لوحه عندنا فيها فيو بورت
وفي دايمنشن. هنخلي دايمنشن بس دلوقتي اهو، نقرب شويه ونشوف في دايمنشن. الدايمنشن كبير هنا، لما نيجي نغيره ايه، لان دي واحد لواحد لعشرة اهي، شايفين يا جماعه الواحد لعشرة السكيل دهوت من 1 ل 25، هنلاقي الحجم كبر. طيب احنا عملنا هنا مستطيل حوالين التكست عشان نشوف التكست هيكبر ولا يصغر. هو تقريبا تقريبا كده اهو، مستطيل قد التكست. لما نيجي نغير الفيو السكيل بتاعه، دخلنا جوه الفيو بورد دبل كليك جواه، هيدخل جواه طبعا. باين هنا الحدود واقفه، باين يا جماعه احنا جوه الفيو بورد اهو. نغير السكيل بقى، خليه 1 ل 10. بصوا الدايمنشن كبر لسه، كله كبر، ما في حاجه صغرت. ليه؟ لازم اقول له عرف ده ان ياخد سكيل 1 ل 10 برضه. اروح عامل له سيلكت للدايمنشن واخش على قلت لي ديمنشن اهو، واقول له اعرفه، هقول له اد، هقول له ضيف ليه السكيل اللي هو 1 ل 10. هتلاقوه صغير يا جماعه كده. طب يا جماعه احنا، طب ما احنا ممكن نعملها على طول ونخلص ونحط كل الدايمنشنز بكل السكيلز نحطها، صح كده؟ مش ده اسهل؟ هقول لك لا، احنا هم بنستغلها في حاجات تانية. زي ايه؟ زي انا ممكن اخلي بعض الدايمنشن وبعض التكست يظهر في فيو بورد في سكيل معين وما يظهرش في سكيل تاني. ازاي؟ احنا عندنا جزء ده واخد كله، الجزء ده 1 ل 10 و1 ل 25، والجزء ده 1 ل 25 بس. طب نرجع تاني تحت كده جنب الفيو بورد دهوت، لما قلنا 1 ل 10 بس، شوفوا في اتنين دايمنشن ازاي، واحد صغير واحد كبير ازاي. في زرار جنبه هنا اهو، واخدين بالكم منه اهو، انا واقف عليه اهو، اللي هو علامه المتسوبيشي. في اتنين علامه متسوبيشي اهم، خلينا في اللي على الشمال، اللي في على الشمال عليها لمبه منوره اهي، تمام. دي بقول له بيها يا اما تفعل كل الانوتيشن او تفعل تفعل مش احنا مش عايزين ندوس عليها ونشوف الفرق اهو. ايه اللي حصل يا جماعه؟ الواحد ل 25 اختفى. نفتحه تاني ونشوف، نيجي نشوف دهوت الدايمنشن ده، هنيجي نشوف واخد انوتيشن سكيل كام؟ 1 ل 25 بس. فهنا في بزرار ده اللي هو اللي تحت ده، يعني انت ما اللمبه، بقول له في الفيو بورت لما في اظهر الاوبجكتس اللي واخده السكيل ده بس. معنى كده ان دول 1 ل 25 مش هياخده، مش هيظهروا لان هو 1 ل 25، وانا مشغل وانا مفعل 1 ل 10 بس. دي هستفيد منها في ايه؟ مثلا انا ممكن هنا في الحته في الجزء ده هخلي كله 1 ل 25 او 1 ل 10 مثلا اهو كده، هنخلي كل ده 1 ل 10 بس، نقول له اد 1 ل 10 ونشيل 1 ل 25، اقول له اوكي واقفله اهي، هقول له 1 ل 25 تمام، وهقفل دي كده. اللي ظهر عندي اللي هو الكبير بس. طب الجزء ده هاخده في بورت تاني وهقول له، تيجي نجرب في بورت تاني كده يا جماعه، ناخده فوق شويه كده، ناخد واحد تاني تحتيه. ده احنا ايه يا جماعه؟ احنا ظاهرينه 1 ل 5 لا 1 ل 10 بس. هقول له دي خلي دي 1 ل 10. قلت له ظهر ايه؟ الدايمنشن كله ظهر، مع ان هو مش ظاهر هنا، لان هنا الفيو بورت ده 1 ل 25 والفيو بورت ده 1 ل 10، وهنا انا طفيت اللمبه بتاعت الانوتيشن، معناها ان كل فيو بورت الانوتيشن الفيو بورت سكيل الفيو بورت بس. واضحه النقطه دي يا جماعه؟ اتمنى التفاعل، لو في حاجه اتفضلوا. فين ال اجيب الشات ازاي يا جماعه؟ مثل لو حد
واضح. دي بقى يا جماعه ببتدي ايه، هي ممكن تكون غامضه شويه دلوقتي او مش واضحه، ديتيلز هتحس بيها. تمام. ليه بقى؟ لانك انت عايز ترسم رسمه وهي هي نفسها عايز تحط عليها دايمنشن، زي مثلا هنقول مثلا مثلا معانا واضح جدا كبير قوي، لما يكون عندك لوحه 1 لـ100 مثلا هنقول هي كبيره وهتيجي لوحتين 1 لـ100. تمام. فانا لو سبت الدايمنشن في 1 لـ200 1 لـ100 هتلاقيه دخل في بعضه مش هيبان. فانا هقول له الدايمنشنز كلها والتكست كله خليها 1 لـ200 ما تظهرش، وخليها تظهر في 1 لـ100، وهسيب واحد او تعريف واحد بس او التوتال دايمنشن هو اللي يظهر، زي هنا زي ما احنا عملنا هنا بالظبط. هنعتبر ان دي 1 لـ200 ودي 1 لـ100، فانا مش عايز اظهر الدايمنشن دي لانه هيلخبط كتير لو ظهرناه، ولكن عايز اظهره في 1 لـ100. تمام كده يا جماعه؟ الحته دي واضحه؟ واضحه كده يا جماعه النقطه ولا في مش واضحه قوي؟ عامه انت مع الثاني. لو استاذن حاجه يا باشمهندس حسن، يعني لو نعملها على ملف جديد افضل. حاضر ماشي، انا شاكر جدا. حاضر يا جماعه، احنا عندنا يا جماعه ادي اللوحه اهي، شوف الفي بورت نشتغل عليها اهي. حط دايمنشن هنا، طبعا بفعله وخليه هو الايه الرئيسي بتاعي عشان اشتغل عليه. ده سيستم كنت بعمله لشركة اسمها كشاف، فالكشاف كي اي سي. تمام. انا ده الموجود عندي دلوقتي فاشتغل عليه، فاقول له انزل ده، انزل الكشاف، نزل السيستم بتاعي واشتغل ده، خلي دي الديفولت بتاعتك. ماشي. تمام. صغير جدا، احنا ضايفين نخليه 1 لـ100. طيب هنشتغل هنا بـ1 لـ100، نعمل برضه تاني تالي كده ايه واضحه شويه. هنعمل الدايمنشن دي ونكمل الديمنشن ده وناخد ديمنشن توتال ليهم كلهم، نخليه ورا شويه اهو، نخلي ديمنشن هنا كمان بالعرض. كده تمام يا جماعه. طب انا عايز دي اظهرها، انا عندي خطه ارض اهي موجوده والتوتال ديمنشن بس هو اللي عايز يظهر في الـ1 لـ200 و الكتير كلها هتظهر في 1 لـ100. هروح اعمل سكيل، هعمل واحد جديد، هعمل سكيل جديد هسميه 1 لـ200، 1 إلى 200، والسكيل بتاعه هيبقى كام؟ دورينج مينتس هيبقى 200. لحد كده تمام؟ ناخد بقى نبتدي نقسم الشغل بتاعنا. كل ده هياخد 1 لـ100 لانه عايز. تمام. طب واللي عايز يظهر في 1 لـ200 بس ايه؟ هو ده وده. هروح ده مديهم ايه؟ السكيل بتاع 1 لـ200. فين 1 لـ200؟ اهو. اقول له اوكي. كده خدنا كله، كل البلان 1 لـ100 والكبير بس ده وده 1 لـ200. نجربهم، هنطفي دي لان ده 1 لـ100 ظهره. نروح داخلين على 1 لـ200 بقى، هيحصل ايه؟ اهو. شفت يا جماعه؟ وده اختفى اهي. بص نفتح اللمبه اهو، انا هفتح اللمبه بتاعت الانوتيشن. شفتوا حجم ده بالنسبه للحجم ده عامل ازاي؟ مع ان هم كانوا قد بعض، لو رجعنا 1 لـ100 هنلاقيهم ايه؟ قد بعض اهم.
واضحة كده؟ تمام. اللي قلناه في الدايمنشن هيمشي على باقي الحاجات اللي فيها الانوتيشن. زي ايه؟ زي التكست. لو عملت تكست انوتيشن هيتطبق عليه الحاجات دي. تيجي نجرب؟ جرب. تكست عادي اهو، نسميه بيم. يا مرحبا، راح فين اهو؟ هنخلي حجمه لو التكست عادي هيبقى 2.5، وهندي له انوتيشن بقى. شوف هنا بيقول لي ايه انوتيشن نو، ليه؟ الستايل بتاعه ده ما فيهوش انوتيشن، في انوتيشن. وهندي له 1 ل 100 لانه واحد واخد 1 ل 100 2.5 اهو. تمام يا جماعه، هناخد برضو واحد منه كوبي كده، نسخه ثانيه حلوه ظريفه، ونخلي اياه 1 ل 100 وهندي ده لواحد، نكتب جنبه بقى عشان يبان، 1 إلى 100. وده و زائد 1 إلى 200. تمام كده يا جماعة؟ يبقى ده هندي 1 ل 100 بس، وده واخده فعلا اهو 1 ل 100 بس. نيجي هنا هندي 1 ل 200، ندي له 1 ل 100 ونقول له اوكي ظهر. نطفي اللمبة، نطفي اللمبة اللي هي تحت دي في الانتوجين، اسمها النوتيشن فيزيبيليتي. احنا واقفين 1 ل 100، والاثنين دول الاثنين تكس 100، والدايمنشن كل واحد 1 ل 100، نورها 1 ل 100. هيحصل ايه؟ هيحصل ايه؟ اهو. مع ان بصوا، خلي بالكم يا جماعه، بصوا هنا موديل تكست هايت، ده تكست هايت، موديل تكست هايت، ده اللي هيظهر في الانوتيشن بتاعنا اهو، ده 2.5. نرجع برضو لل 100 1 ل 100 ونمسك الاثنين، هنلاقيهم 2.5 وكده. تمام، وكل حاجه تمام. تمام كده يا جماعه، واضحه؟ طيب يمشي على البلوك. يمشي على البلوك، بس في لازم حته نخلي بالنا منها، حته نخلي بالنا منها في البلوك. هناخد التكست ده مع المربع ده، هنعملهم اهو، خدناه بلوك سريع جدا اللي هو كنترول سي كنترول شيفت في اهو. هنعمل ازاي؟ نحول البلوك كله بي اي بلوك اديت عادي. وتعالى يا عم الحاج في اخر سطر هنا كده هتلاقيه تحت، اخر مجموعه تحت، يقول لك ايه؟ هيقول لك عايز انوتيشن، هتقول له يس. تمام، وبعدين نقفل البلوك. تيجي نغير النوتيشن كده هنشوف هيحصل ايه. 1 ل 100. طب تيجي 1 ل 200 بقى هيحصل ايه؟ راح فين؟ اختفى. اولا ليه؟ لانه اولا مش متعرف. 1 ل 200 نظهر واحد، نعمل الصندوق بتاعنا ونقول له انوتيشن ده خليه 1 ل 100، خلي معاه 1 ل 200 كمان وقول له اوكي اهو. وادي 1 ل 100 اهو، كل حاجه رجعت في مكانها. لما نيجي 1 ل 200 اهو، شفتوا بقى حجم البلوك عامل ازاي؟ شفتوا الفرق بين الاثنين اهو؟ 1 ل 100 اهو، هحط مربع حواليه احمر عشان نشوفه، ده ال 1 ل 100 اهو لونه احمر. تمام، نغير الانوتيشن بتاعنا، خليه 1 ل 200. شفتوا كبر ازاي؟ لاحظتوا الفرق؟ نخش 1 ل 1 اهو، طبعا صغير هنا هو كده. هو ده ليه البلوك ظهر يا جماعه؟ لانه لما نيجي نشوف كده في الانوتيشن بتاعنا هنلاقيه واخد 1 ل 1، عشان كده ظهر. باقي الحاجات ما ظهرتش ليه؟ لانها الدايمنشن اللي هنا كله ما ظهرش،
لان هو مش واخد واحد لواحد. وصلت الفكره؟ نرجع تاني. 1 ل 200 و1 ل 100. تمام كده يا جماعه؟ مهندس محمد ابراهيم، او الاختلاف في الموديل ده بيظهر وهيدخل عليه. طبعا بيعمل، لو بلوك بيعمل وبيتاثر تبعا لكده في في الفيو بورت. تيجي نجرب اهو الفيو بورت بتاعنا اهو، وندي له الانتشن بتاعنا اللي هو 1 ل 100، ونشوف اللي هيظهر فيه. اهو طبعا ده مش هيظهر 1 ل 100 ابدا، ده هيبقى كبير جدا. ندي له سكيل اهو، ظهر اهو. ازاي نسخ نخلي خلفيته سودا؟ بنعمل قبل، يعني نعمل طباعه ونقول له ابلاي تو لاي اوت، هيظهر الخلفيه بتاعت سودا اهو. بصوا يا جماعه اهو، هنيجي نخش بقى على ايه، 1 ل 100، نعمل 1 ل 200 اهو. خدت بالكم اللي حصل؟ الموديل نفسه صغر، انما التكست تاني زي ما هو. نجربها تاني، نعمل 1 ل 100 اهو، نرجع 1 ل 100 اهو. هنطلع بره بره خالص اهو، احنا بره دلوقتي بره الفيو بورد، وهنعمل ريكتانجل هنا، 2 ريكتانجل، ريكتانجل على الشكل عشان نشوف عمل ايه، وريكتانجل على التكست عشان نشوف التكست بتاعنا هيفضل ثابت في حجمه ولا لا. ندخل جوه كده ونغير اهو تاني، عملنا 1. خلي بالكم بقى بس عشان نلونهم تاني، ده احنا بره بره فيو بورت اهو، عاملين مربع حاجه كله والتكست. خليناها اصفر اهي. طيب هنغير من 1 ل 100، 1 ل 200. شفتوا يا جماعه ايه اللي فضل ثابت؟ البلوك، لان هو كبر خد السكيل بتاعه، ان البلوك خد ضاعف نفسه من 1 ل 100 ل 1 ل 200. ايوه، ما هو البلوك، ما هو البلوك، البلوك انوتيشن دلوقتي، احنا عاملين البلوك انوتيشن عشان كده كبر وصغر. في ايه؟ في الاتريبيوت، في تايتل مثلا اهو. طب نطلع اللوحه الثانيه عشان نشوفها، هجيب منها تايتل. مفيش تايتل ممكن نستعمل التايتل ده يا جماعه لما خدناه بلوك فيكبر ويصغر معانا بالحجم بتاع بالطبيعي بتاعنا. هبص يا جماعه كبر وصغر، بس نرجع تاني 1 ل 200 اهو. البلوك بيتغير، وشوف المربع ده يا جماعه، المستطيل ده اللي احنا واخدين فيه دايمنشنز صغر وكبر، اللي هو اللي هو الشغل الطبيعي لما اعمل 1 ل 100 غير 1 ل 200. لكن البلوك نفسه كبر وخد ضعفه لان انا عامله انوتيشن. طب ما تيجي نعمل في الموديل بلوك تاني ما يكونش انوتيشن اهو، كنترول سي كنترول شيفت في، ده ما فيهوش انوتيشن بقى اهو. انا فرقت منهم ان ده فيه خطوط، ده اللي ما فيهوش انوتيشن وده اللي فيه انوتيشن. تمام، نخليه تحت بقى اهو، ده البلوك. خلينا فاكرين يا جماعه ان ده البلوك، عشان نفرقه هنعمل جواه دايره اهو. احنا كده في الموديل، نطلع على اللي اوت اهو. اللي اوت جواه هنعمل كام؟ 1 ل 100 اهو. شفتوا يا جماعه؟ كله جوه المستطيل اهو. نطلع بره وناخد المستطيل معانا. لحد كده تمام؟
تيجي نغير الفيو بورت بقى السكريبت بتاع الفيو بورت اهو نخليه 1:200 هيحصل ايه؟ تتوقعوا اللي يحصل 1:200 اهو. اولا الديمنشن اختفى اللي هو 1:100 زي البلوك ده لان هو انوتيشن كبر، وده تاني زي ما هو حجمه صغير اهو لان هو مش انوتيشن. التكست نفس المبدا يا جماعه اهو نفس الحجم، نطلع بره ونشوف التكست بقى حجمه قد ايه اهو. شفتوا يا جماعه ثابت ازاي اهو؟ ودي النقطه اللي عايز اتكلم فيها معاكم دلوقتي، ازاي اثبت البلوك كبر. واحد بيقول طب البلوك باشمهندس شادي بيقول طب البلوك، البلوك حجمه كبر ولكن التكست اتغير صغره كبر. تمام يا جماعه؟ حد عمل ريز هاند ولا حاجه؟ احنا بنجيبها ازاي ريز هاند يا جماعه؟ ماشي. طب انتوا لاحظتوا الحته دي؟ هنفرق في الاثنين دول في البلوك جوه، هنخش البلوك جوه ونجرب حاجه كده نعرف نضايقكم فيها. هنقول له جوه البلوك احنا عندنا الاثنين تكست دول واخدين ايه؟ واخدين انوتيشن او مش انوتيشن اهو. هنعمل ده انوتيشن، ايه رايكم؟ هنقول له يس. فهيرجع اللي هو 2.5 بتاعنا العادي اهو. تمام كده يا جماعه؟ ونقول له كلوز سيف عادي. خدتوا بالكم اللي حصل ايه؟ 1:200 اهو. الاثنين تكست فرقوا عن بعض. ليه؟ لان ده اللي تحت ده معلوش انوتيشن، انما ده فيه انوتيشن. تمام يا جماعه؟ اللي تحت ما فيهوش انوتيشن واللي فوق فيه انوتيشن. اللي فوق كبر مرتين، مره مع البلوك لما اللي هو البلوك عادي لما كبر، ومره مع الانوتيشن بتاع التكست نفسه. فتلاقي بص حجم التكست هتلاقيه حجمه ازاي؟ اهو ده حجمه الضعف دلوقتي. لو عملنا كده هتلاقي بص حجمه الضعف اهو. ليه؟ لانه كبر مرتين. طب استفيد منها في ايه؟ في حد انشائي؟ في مهندس انشائي؟ لو مهندس انشائي بيجي مثلا يكتب البيم بيكتب بي 1 تمام؟ هو عايزها تظهر في واحد، عايز الكاميرا نفسها. هو لو عامل بلوك للكاميرا البي نفسها فيها بلوك، البلوك نفسه مش عايز يكبر، ما انا مش عايز البلوك انوتيشن ولكن عايز التكست نفسه انوتيشن، عشان لما اكبر واصغر الانوتيشن يبقى البلوك بحجمه الطبيعي زي ما هو هو، ولكن التكست اللي جواه كبر وصغر. نجربها تاني، نجربها في البلوك التاني. البلوك ده نحط هنا تكست عادي اهو. هروح فين التكست اهو؟ هنخليه 2.5 وهنخليه اي سي عشان ياخد الانوتيشن. ادي واحد 1:100 2.5 اهو واخد انوتيشن. تمام؟ ونخلي الانوتيشن بتاعه نديله 1:200 كمان عشان يكبر معانا ويصغر ويبان في الكبر والصغر اهو. تمام كده يا جماعه؟ طيب لو جينا 1:100 ادوس على ادمت هنا يعني يادمت دي يعني ادخله. لو رحنا 1:100 دي 1:200 اهي، نقول 1:100 اهو. خدت بالكم يا جماعه اللي حصل؟ البلوك كبر ولكن تكست نطلع بره ونعملها تاني عشان تبان اهي. هنعمل مستطيل حسب على كلمه حسن. ده حجم حسن دلوقتي، حجم الكتابه بتاعت 1:100. لما ندخل جوه ونعمل سكيل 1:200 هيحصل ايه؟ اهو نخلي الكتابه هنا. هنلاحظ ان البلوك نفسه
ثبت ما كبرش معانا، ولكن التكست نفسه اللي جوه كبر. بتلاحظ النقطة دي يا جماعة؟ مفهومة؟ أتمنى كل يكون فاهمها، لو حد مش فاهمها يقولها لي عشان عيدها. هي نقطة ملخبطة، فلما حد يقول مش فاهمها ده عادي، لأن الموضوع مش جديد علينا. فيا جماعة لو في حد مش فاهمها معايا يقول لي. حاضر حاضر حاضر. حاضر. البلوك، البلوك لما اعمل بلوك، بلوك نفس انوتيشن هيحصل له ايه؟ هيكبر ويظهر مع السكيل، صح كده؟ طيب لما البلوك يكون جواه تكست بالتبعيه مع البلوك هيكبر ويظهر، تمام لحد كده؟ حلو. طيب انا عايز اعمل بلوك التكست اللي جوه يكبر ويصغر مع النوتيشن، انما بحجم البلوك نفسه ثابت، تمام. هعملها ازاي؟ هعمل البلوك نفسه نون انوتيشن، والتكست اللي جوه اخليه انوتيشن، والكلام يمشي على التكست ويمشي على الاتريبيوت، لان الاتريبيوت هو تكست، تمام. تعالوا نجربها هنا. هي يا جماعة على فكرة هي الحكاية مش يعني هي سهلة، بس مش هي سهلة ممتنة، هي بسيطة بس عايزة تجربة. احنا خلينا الفيو بورت بس على قد الشكل ده عشان ايه نبقى عارفين نمشي بس معاه هو، تمام يا جماعة. هنلغي الحاجات الباقية دي عشان ايه ما نتوهش، نمشي مع دي بس. احنا عندنا بلوك ونقل التكست منه عشان ايه نلاحظ الحته دي، نخليه اثنين تكست، واحد نخليه نوتيشن والثاني ايه لا اهو، نقول له اقفل. إيه؟ بصوا يا جماعه، واحد كبير واحد صغير ازاي؟ ليه؟ لان ده واحد ل 200، لو رحنا واحد ل 100 الاثنين يبقوا حجم بعض، هيبقوا قد بعض الاثنين، والبلوك نفسه كبر وصغر. نغير تاني، نرجع واحد ل 200. واحد ل 200 يعني ايه؟ يعني الشكل يصغر ولكن التكست يفضل زي ما هو. ظبطت يا جماعه؟ باشمهندسين تمام ولا نقول تاني؟ انا ما بك... انا لا امل، اهم حاجه اللي يكون طالع يكون فاهم النقطه كويس قوي. أنا لا أمل من التكرار. أنا لا أمل من التكرار. حاضر. محمود السيد، حضرتك تخصصك ايه؟ تمام. بص يا باشمهندس، انت بتعمل طرق طبعا، قصدي تعمل ايه؟ بتعمل مدينه. فانت بيجي عندك في وقت البلوك عايزه صغير، ولكن التكست بتاعه بيكبر ويصغر حسب السكيل، صح كده؟ التكست بيكبر ويصغر حسب السكيل. يعني ايه؟ يعني انت عندك طريق وعايز تكتب عليه مثلا ده عرضه 60 متر، فعايزه يظهر 60 متر، بقى بتعمل سكيل 1 ل 100 او مثلا 1 ل 1000، انت بتشتغل تخطيط عمراني كبير، 1 ل 1000 واحد ل 500، عايز يظهر في الاثنين. فانت لو عملت تكست عادي وبلوك اثنين، تكست كبير وصغير، صح كده؟ فانت عامل بلوك بعرض باسم الشارع، او باسم الشارع مثلا ده شارع عمار بن ياسر،
فانت عامل بلوك اسمه عمار بن ياسر، عامل بلوك باتريبيوت ان هو كتابه، فلما تيجي تكبر واحد لالف واحد لخمسمية انت عايز الكتابه التانيه زي ما هي بتكبر وتظهر معاك في البلوك نفسه، صح كده؟ طيب انت عايز تعمل الحكايه دي في بلوك، مش عايز ممكن تعملها في اكتر من سطر، فبتروح مدخل لي التكست اللي جوه او الاتريبيوت. بقى على فكره الكلام يمشي على الاتريبيوت، هو نفس الكلام يمشي على او الاتريبيوت، هنعمل له انوتيشن. ليه؟ عشان يظبط السكيل بتاعه حسب الفيو بورت، زي ما احنا عملنا هنا اللي هو اللي فوق عملناه انوتيشن واللي تحت ما عملناهوش انوتيشن. تمام. غير. تمام كده يا جماعة. تمام. فكرة انت برضو تحس ان هي مشوشة شوية. ماشي يا باشمهندس. هتحس ان الموضوع مشوش شوية. طبو. يا جماعة الانديشن ده لازم يتجرب كتير. وهتحس بيها اول البوينت ده هي بتاعت هتحس بيها لما تشتغل ومثلا تعمل اللي هي الحته اللي احنا قلنا الدايمنشن جزء جزئي وكلي زي هنا كده. لما يجي الدايمنشن اختفى هنا هنيجي نقول له خليك واحد ل 200 وبعدين يرجع لواحد ل 100، شوف ظهر ازاي معانا دي. انت تحس بيها كويس قوي لما تشتغل بالدايمنشن كتير في بلان او تشتغل بيها كذا مره هتحس بيها. هاي يا جماعه واضحه كده يا جماعه؟ ايوه يا باشمهندس طبعا. انت حاسس ان هي مفهومه بس هتستوعبها اكتر وهتحبها جدا، هي نقطه صغيره بس هتلاقي نفسك بتعملها بتتعامل معاها كتير، وخصوصا في الشغل، وخصوصا اكتر لما يكون عامل اكتر من سكيل في اللوحه، عشان هترهق نفسك هتلاقي نفسك بتعمل الحكايه دي. اللي بيشتغل ريفت بيعمل ما عندوش الحته دي. تمام. ايوه شلون زعمت صح. ايوه طبعا. طيب تمام لحد هنا كده يا جماعه. الكلام اللي قلناه على التكست هو مع الدايمنشنز مع الليدرز طبعا انا جبتها في التكست الاول او في الدايمنشن الاول، وراح كله الكلام اتسحب عليهم كلهم. تمام. اتسحب عليهم كلهم اهم دول كلهم هتلاقوا حته واحده نفس الفكره نفس المبدا، تحس ان هي مشوشه شويه ولكن مع الشغل هتلاقوها سهله جدا وبسيطه جدا وجميله جدا، وجربوها. تمام كده يا جماعه. تمام. نخش على النقطة اللي بعدها ولا في حد عاوز حاجة تاني؟ Using fields. الفيلد اللي هو ايه؟ اللي هو بيسموه الحقل. لا يا جماعة هو الفيلد دهوت حاجة ظريفة جدا. جزاك الله خير. شيرين تقيل. هي خفيفة وسهلة وبسيطة في التعامل. محتوى تبع مش فاهم يا باشمهندس.
ابوس ياسر، عودة ياسر مش فاهم. طب فرقة كام ايه؟ احنا الموضوع بتاعنا مش موضوع فرق او دراسة، احنا الموضوع بتاعنا كورس يبقى اوتوكاد، كورس متقدم في الاوتوكاد بيجنر وفي متقدم. البيجنر اللي هو بيعلم يعني ايه خط ويعني ايه دايمنشن والحاجات دي كلها، وازاي ارسم الخط بكذا طريقه. احنا بنتكلم على الادفانس، يعني ازاي استعمل التولز بتاعه الاوتوكاد. اه تمام، ايوه يا باشمهندس. احنا طب اهلا وسهلا بيكي ونورتينا. طبعا في تسجيل هيكون موجود للكورس من اوله وان شاء الله تستفيدي منه. طيب احنا اتكلمنا في ايه؟ احنا اتكلمنا لسه مش دخلناش من بدري، احنا لسه دخلنا بس المقدمه، واتكلمنا في مع اللايرز. تمام، هتلاقي طبعا في الاولى، وبعدين اتكلمنا في الانوتيشن ازاي نتعامل معاه. هنتكلم دلوقتي في اليوزنج فيلدز، في الفيلدز الموجودة. تمام يا جماعة؟ طيب طبعا لو باشمهندسة هدى لو حبيتي يا اما تلاقي في التسجيل او بعد ما اخلص حضرتك تاني باي بنفس الطريقة ونفس الاسلوب لو حبيتي. واحنا يعني لحضرتك طبعا اي حد لو حب اي حاجة انا حاضر، ومعايا طبعا الخاص بتاعي موجود، وهنعمل في جروب هتتعمل للكورس ده، اي حد يسال عليها، والواتس بتاعي موجود والفيس بتاعي موجود، بس طبعا الواتس بيبقى اسهل واسرع، فاي حد يسال في اي وقت انا حاضر. طيب نخش على الفيلدز. وده بلوك، السكيل بتاعه كام؟ السكيل بتاعه واحد لواحد. باشمهندس ابراهيم او المهندس عمرو هيتكلموا هيكريتوا زي الكورس اللي قبليه برضه بتاع الستاندرد. احنا عملنا جروب للستاندرد، لا استفسار او اي شيء، طبعا هنعمله على التليجرام. الحته اللي قالها ديت انا واجب عني بقى يا شحن، بقول لك عشان تبقى دقيق كلمه كلمه، هو عامل حاجه للناس بتنمي مخاطر. فاهم، ما سمعتش بصراحة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا باشمهندس أنا لقيت عليه، بس اتفضل. في صوت دوشة جامدة جدا زي صوت فرح كده، والصوت بيقطع ومش مع الصورة كويس. ففي حاجات بتقع صراحة، حضرتك بتشرح بس في حاجات بتقع مننا. هو بصراحة احنا انتوا عارفين احنا ساكنين، ففي ساعات جنبك احنا اللي جنبنا محل بيفتح، فكان لسه مشغل من شوية قرآن، وبعد كده راح شغال بقى في ايه زي ما حضراتكم عارفين. انا مقفل المكان عندي بصراحة، بس هو انا ممكن انزل اقول لهم يا جماعة بطلوا، بس انت عارف الناس دول لك يعني عايزين نفرح. انا بعتذر على صوت دهوت. لا ربنا يكرمك، ربنا يكرمك ويعينك. احنا ساكن في منطقة شعبية المطرية، فاحنا عندنا الحاجات دي بتبقى ايه، بتبقى يعني بتبقى بزيادة شوية، وتيجي تكلم حد يقول لك يعني عايزين نفرح، مع ان هو لو فرح يعني دي او المحل مثلا فاتح وعامل يعني هو فاتح ومعلق الكهرباء كتير، والغلط في الشارع تقريبا بطول الشارع يعني حاجة كبيرة جدا المسافة كبيرة، يعني انا معدي مش هعرف ان في محل بيفتح جديد، فهعرف بس هما اتعودنا على كده ان احنا نعمل الله يفرحك يا شيخ، الله يفرحك يا كوثر، السلام يا باشمهندس. فاحنا اتعودنا بقى نشغل الموسيقى عشان نقول للناس احنا انا فتحت اهو. بس معلش هنعمل يعني عاداتنا وتقاليدنا كده، بس طبعا ايا كان مش هنخش فيها من ناحيه ثانيه يعني. ماشي يا جماعه؟ فانا معاكم في اي وقت، لو اي حاجه من انا هعيد ثاني يعني. ماشي يا جماعه؟
هعيد مره واثنين وثلاثه معاكم، مش معترف يعني مش مختلف انا معاكم. يوزنج اهو يا جماعه، هنيجي مثلا ايه، عايزين نمسح دول كده. ايه رايكم؟ حاجه تيجي نمسح كل حاجه، وعايزين نبلوك ده بس. حاضر. حاضر. في معماريين، المعماريين اللي معايا يا جماعه، ماشي حاضر. طب يا جماعه لو سمحتوا بس عشان بس ما نتلخبطش في انا الواتس بتاعي اهو ده من بره مصر كمان اهو. زيرو 12 2 6 5 9 5 8 7 9. بس عشان الكتابات زي مثلا شرح صاحب الخرطوشه، فده عشان بس عشان حاجه بس هيتوه في النص، فابعت لي على الواتس اللي حضرتك عايزه هنرتبهم في كل مره، هنرتب حاجات. حاضر. حضرتك معماري تمام، اما تيجي تعمل الاليفيشن ده 0 0 وبعدين تيجي تاخد مثلا ارتفاع دور 3 متر 3000، مش ده بيحصل كده؟ حاضر يا باشمهندس، انا هضيف حضرتك كل الناس هتضيف. حاضر. حاضر. باشمهندس عماد، حضرتك بتحط طبعا ايه الليفل هنا، هنعمله 600 اهو، وبعدين بتنسخه تحطه هنا كوبي، وبعدين تحط الديمنشن هنا كده. واحد ونص وبعدين دي ثلاثة. صح كده؟ مش ده اللي بيحصل؟ كده بيحصل ايه؟ بالتالي الرقم ده اتغير صح؟ تضطر تقعد تعيد وتزيد وكمان بقى ايه، خلي بالك بقى ايه اللي بيحصل؟ تعالى يا جماعه بس كده. باشمهندس شادي، حضرتك هتتكلم عن الخرطوشه، ابعتها لي بس على الواتس نقول لي عايزين نتكلم عن الخرطوشه وهتكلم فيها. عنها حاضر. بس ابعت لك عايزين نتكلم عن الخرطوشه ولا حاضر. حاضر.
طيب نرجع مثلا ليفز ده كان متر ونص، نعمل اندو كده، كان متر ونص متر ونص، هنا كتبنا متر واحد ونص اهو، وهنا كتبنا ثلاثة. لو حبينا نغير الليفل بتاع الحاجات دي عملناها كده، هنضطر نقعد. طب انا عايز اعملها سهل، عايز اعملها بطريقه سريعه. طب ايه رايكم نخليها لوحدها؟ تمام، دي نخش على دي كده واحده منهم ونقول بلوك اديت، بكليك اديت اتريبيوت، ازاي يا باشمهندس بتعملها؟ بتسأل ممكن ولا عارف ممكن؟ هنعمل رايت كليك على التكست ده ونقول له ايه؟ حاضر، تكريت الديبيوت جاي في المرحله معانا. حاضر، الرقم تاني اهو. يعني هنيجي على الاتربيوت ده، عايزين نخليه يقرا مباشر، هنقول رايت كليك وفي سطر اسمه ايه الفيلد اهو. بقى ده كله تاني على اوبجكتس، اوبجكت هنيجي هنا يا جماعه اهو، في زرار هنا اهو شفتوه. حاضر احمد باشمهندس، جزاك الله خير، جزاك الله وياكم باشمهندس، جزانا وياكم، ونسال الله يكون في ميزان حسناتنا. على ايه؟ اختار البلوك اللي انا ده بلوك، فانا بوزيشن خدناها في ديسيمال، وننزل تحت كده اكس وواي وزد، احنا عايزين الرقم اهو بتاعنا اللي احنا عايزينه اهو. اديشن فورمات، خلينا في الايه في نجرب كذا واحده منهم. المهم هي الديسيمال، هي بتاعتنا الديسيمال ده، وهنقول له اوكي. اوكي شوفوا اتعمل وراه خلفيه ازاي، بس هنشيل الخلفيه، الخلفيه دي ما بتتبعش. الاتريبيوت هنقوله في جزء البلوك، جزء الاتريبيوت هنقوله في جزء البلوك. حضرتك لو فتحت الكونتينز ده هتلاقي في جزء هنا البلوك اهو، في الديناميك بلوك وفي الاتريبيوت. لو سمحتوا يا جماعه تقروا، احنا بعدين اللينك ده هيت، فهي دي موجوده اهي، وريت تقروها، وهنبعت لكم اللينك بتاع الصفحه دي، اللي عايز يضيف يضيف. تمام، هنشيل ال tools options، هنشيل الخلفيه دي، بس الخلفيه دي يا جماعه في الاوتوكاد بس، مش بتيجي في الطباعه. اهي ديسبلاي في يوزر فليوم، نقول له اوكي تالت. تمام، طيب بس هنا ظاهرة بالملي، عايزين نعملها بالمتر، هنعملها ازاي؟ طبعا دي بقى لما نيجي نتحرك كده يا جماعة اهي، ناخد منها كوبي اهي، نعمل ريجن، الرقم متغير، نقيس يا جماعة الدايمنشن نفس الرقم
2137 هنا 2137 تكبر اهو هتلاقيه بيظهر معك. حاضر. احنا عايزين بان مع المعماري قوي انه بيعمل ليفلز في الاليفيشن بتاعه. فلما بيغير الليفل بتلاقي الحكايه كلها عمال يعيد في تمام؟ فهنلاقي ليها وظيفه ثانيه هنستعملها دلوقتي اقول يعني. بس انا بجيب وظيفه اللي هي ايه؟ الليفل بتاع الواجهه في المعماري مثلا. فلما يجي نكتبه ونيجي نعمل ستريتش مثلا للواجهه دي كده فنلاقي الارقام بتتغير، الارقام ده بتتغير ان ده ثابت زي ما هو. والرقم ده اتغير برضو اهو بعمل سكيل اهو لكن الرقم ثابت هو ما لا صغر ولا كبر ولا اي حاجه اهو. خلينا بقى نجيب شويه صغيره على قدنا عشان يبان تمام كده يا جماعه. طب هنعمل ايه؟ يعيد الكتابات دي يعني ده المسافه دي صغيره من تاني اهو. عندي اليفيشن هنا وهنا وهنا فعشان اكتب الليفل ده كام بروح اقيس المسافه كل مره بروح اقيس كده واروح قاعد اكتب فيها المسافات دي صح كده. هيبقى دي كام؟ دي 20 50 تبقى دي 2.05 صح كده. ومن هنا لهنا ده هيبقى تراكمي من الليفل ده زائد ده اللي هو الدايمنشن الكبير او ده ثلاثة 9.03 تمام كده يا جماعة. لا مش هتكون موجوده لان انا بسجل عندنا فان شاء الله هتكون مظبوطه يعني. هو بس معلش يا جماعه النهارده لان في مشكله عندي ففي نت في مشكله في النت فان شاء الله التسجيل هيكون مظبوطه والمحاضرات الجايه ان شاء الله هيكون مظبوط. طيب نعمل استريتش هنا مثلا كده اهو. الاخ المعماري يقول لنا بيعمل ايه في الحاجات دي كلها؟ باشمهندس عماد بتعمل ايه؟ تقعد تكتب الارقام وتقعد تكتب الارقام دي كلها تعدها صح كده؟ صح يا باشمهندس عماد؟ تقعد تعد في الارقام دي كلها. طب ما تيجي نعملها من غير ما نقعد نعيد، ايه رايك؟ نبتدي معانا مع لوك اهو ده بحضره عندي بره كده بعيد عشان اعرف اعمله واخليه عندي متشال وابتدي استعمله في كل حاجه عندي. طب انا هظهر كده باين الرقم يا جماعه اهو في بيتعمل باك جراوند للفيلد فهنشيله دلوقتي عشان نعرف احنا نشوف الرقم لكن هو بيبقى موجود ماشي. طب هنعمل ايه؟ دبل كليك على اتريبيوت وقلنا اهو نعدله نتعلم اهو. هنعمل رايت كليك ونقول له ايه؟ انسيرت فيلد تمام؟ انسيرت فيلد هختار من هنا اوبجكت واجي هنا الزرار ده ادوس عليه واختار البلوك نفسه اهو تمام. هخش على البوزيشن الاقي اكس وواي وزي تمام. انا عايز الواي لان انا بتحرك كده واي فانا هو بيتحرك في الواي فانا عايز البوزيشن واي بتاعه وهقول له اوكي. شوف الرقم اتغير ازاي اقول له اوكي تاني الرقم ظهر هنا اهو. بيقرا منين؟ بيقرا من الانسرشن بوينت بتاعت البلوك. فالليفل بنعمله الانسرشن بوينت بتاعته فين؟ عند اخر نقطه هنا اللي ده كده موجود اهو. طب تيجي نغير مكانه اهو ده كان كام؟ 2500 صح؟ هنعمل له ريجن خد الرقم الجديد. لما نيجي نعمل سيلكت عليه هنلاقي نفس الرقم اهو يا جماعه. نجي في البروبرتس حاضر الرقم اهو شوف هنا كده
البوزيشن واي اهو نفس الرقم اهو نفس الرقم ده هو نفس الرقم ده. يبقى انا لما اجي اشتغل الاليفيشنز بتاعتي هعمل خط من الزيرو زيرو وامشي بيه كده وده نادي الصفر بتاعتي بتاعت الاليفيشنز كلها. واخده هنا احطه في الزيرو زيرو برضو كده اهو في الزيرو زيرو اهو. هعمل ريجن رجع زي الزيرو زيرو تاني اهو. لان هو ارى الاكس والواي بتاع البلوك نفسه. هقول له كوبي الف اهو نفس البلوك اهو هنعمله ريجن هنلاقي بيقرا الف وهنا زيرو زيرو. ده لسه مش شايفين النقطه اللي جايه بقى لسه النقطه اللي جايه. فانت حضرتك كده ممكن بقى تعمل ايه بكل بساطه تقعد تشتغل في الحاجات دي. ربنا يكرمك وعليك يا اخي ربنا يكرمك شمس وتقعد تشتغل بقى الاليفيشنز براحتك وتطلع وتنزل براحتك زي ما انت عاوز مش حدش يقول لك ايه حاجه. في نقطه يا باشمهندس ثانيه احنا هنا بالملي انا عايزها بالمتر هعمل ايه؟ طب ليه حل؟ ايه رايكم ليه حل ولا ما نقولش الحل؟ طيب هنا في نقطة مهمة جدا المهندس احمد بيقول ايه؟ الحاجة التانية هتلاقيك بتفيد اي حد دي حاجة. الحاجة التانية يا جماعة الاوتوكاد هو مفتوح لكل الناس تمام؟ فكل واحد او وجهة النظر بتاعته هو اللي بيشتغل عليها عشان يطوع التولز بتاعت الاوتوكاد للمجال بتاعه. فانا لازم اكون فاهم التول كويس عشان ابتدي استخدمها تمام كده يا جماعه. طيب الميكانيكا هنشوف فيلدز ثانيه هنلاقي في حاجات ثانيه موجوده ممكن انا ما اعرفش عندكم بالظبط ولكن ما انت ممكن تستعملها برضو في الليفلز لما دي ترسم الليفيشن هتقدر ترسم الليفيشن صح وتعمل فيه ليفلز تعمل كوردينيشن. لما انت ترسم الليفل من 0 0 نفس المبدا وتشتغل على كده. طب هتقول لي فانا هشتغل يعني مثلا انا بشتغل من الدور الثالث فالدور الثالث مستواه كام؟ مستواه 25 متر مثلا. بشتغل في هانجر كبير الارتفاع الدور 5 متر الدور الثاني 10 متر اهو يبقى ايه؟ اروح مبتدي الزيرو زيرو بتاعتي في ال 10 متر اقول له كوبي 10 اهي كده ابتدى من هنا يبقى كده الزيرو زيرو بتاعه 10 اهو تمام. اي بايب هحطه في لاين اهو بايب هنا ماشي اهو وفي بايب هنا ماشي تحتيه فطلع شويه ومشي كده شويه هريح نفسي اروح اعمل كده واروح واخد كوبي واخد من هنا واحطه هنا واحطه هنا اهو كده جبت الليفلز بتاعت كل حاجه كوردينيشن شغاله معايا تمام التمام في الكوردينيشن مثلا بروم سيكشن طبعا ده يفيدك جدا ماشي المواسير ماشيه ازاي ورايحه فين وجايه منين. انت هتبتدي طبعا انت ما بتستعملش الليفل بتاع الدور انت بتستعمل الليفل المبنى 0 0 فانت كده تبتدي من 0 0 فترسم الشغل بتاعك تبتدي ترسم الشغل بتاعك منين؟ من النقطه 0 0 وتبتدي تطلع وترسم كل حاجه هتلاقي كل حاجه مظبوطه معاك وتمام التمام تمام كده. طب عايزين نخش في نقطه ثانيه بقى هرسم لاين اهو هرسم لاين عادي جدا لاين فيقول لي سبيسيفاي فيرست بوينت تحته بيقول لي سبيسيفاي فيرست بوينت ما ادوسش نقطه هكتب زيرو في الكيبورد زيرو كوما اللي هي مش عارف الكيبورد عندي مش كوما زيرو اهو انتر هلاقيه بص جايب لي منين من زيرو وامشي بالعرض كده اهو ده زيرو زيرو بتاع اللي اشتغل منه الاوتوكاد العادي بشتغل منه تمام كده يا جماعه ده كده زيرو زيرو. طيب هنا بقى في حته نقطه مهمه جدا يا باشمهندس عماد انت بتكتب الليفل بال صح بس دي مكتوبه بالملي
هعمل فيها ايه بقى؟ تاني هروح داخل على ده فتح معايا الفيلد اللي احنا كنا لسه عاملينه صح كده يا جماعه؟ في الفيلد اكسبريشن ده ممكن اخده اعلمه سيلكت عليه كل واخده كنترول سي ده من الكيبورد بس مش هتعرف تعملها رايت كليك. هنا مفيش رايت كليك. ده فيه والله. حطوه اهي كوبي خدتها تمام كده تمام. بس الحته دي مهمه يا جماعه شويه فانا همشي فيها حته حته. خدنا احنا عملنا البوزيشن عادي جدا طلع معانا بالملي فانا عايز احوله من ملي لمتر عشان المهندس عماد ايه يعملها بالمتر الليفل بتاعته. هروح واخد دي كده رايت كليك كوبي اهي واطلع على فورمولا اهي المعادله تمام كده واجي هنا هقول له نفس الحكايه هقول له بيست هنا بقى للمعادله ايفالويت الرقم بتاعك هيظهر هنا اهو اللي هو الالف ده المفروض يظهر بره هنا هو بيدي لي ريفيو لي هنا الرقم ده انا عايز اعمله ايه اضربه في 0.001 اقسمه على 1000 اهو على وقول له ايفالويت اهو جابها لنا كام؟ 1 اقول له اوكي اوكي نقول له اهو هنا وقول ريجيم. بصوا يا جماعه عملت ازاي؟ شوفوا عماد انا وفرت عليك شغل كتير قوي اهو. دي تفهمي كده يا جماعه؟ تيجي نغير شويه نفتح ونعمل دبل كليك ربنا يكرمك يا باشمهندس. هنا في هنا بقى عايز اعمل كام علامه عشريه اهو انا عايزهم اشوف ظهروا هنا ثلاثه اهو. طيب انا عايزهم عايز اضيف بقى حاجه مثلا فاقول له هنا في الاديشنال فورمات دي بريفكس وسفكس عايز اقول له ايه بيساوي اللي هو الاليفيشن وبعديها سبيس كده وبعدين هقول له سبيس اوكي. شفتوا ظهرت بالشكل عامل ازاي يا جماعه؟ اقول له اوكي اهي ظهرت بالشكل ده اللي انا عارفه. يبقى كل ما اخد دي كوبي دلوقتي اهي 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 واقول له ريجن الاي ثابته والرقم اللي عمال يتغير اهو شايفين يا جماعه هنا التانجل هنا كده التانجل هنا اهو كده دلوقتي لما في النص ده اهو ريجن اهو الرقم الاي ده ثابته والام ثابته وده كده بيتغير معانا في الليفل. ايه رايكم يا جماعه؟ طب انت كمعماري بقى تستفيد منها ازاي؟ انا هديك حته بقى يا عم عماد باشمهندس عماد بص معايا انت من بعض الحاجات اللي بتعملها لما يكون عندك مشروع صغير فبتعمل الفيلا اهي تمام وتيجي على كل ناحيه بتحط اليفيشن هنا واليفيشن هنا واليفيشن هنا صح كده يا باشمهندس؟ بتعمل كده؟ طب انا عايز استعمل ده وده 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 خلينا مثلا ادي دول تلاقيهم كده ودي 2 متر وادي 4 متر وشو 5 متر اهو دول عايز استعملهم هعمل ايه؟ هروح واخدهم بلوك هم كلهم كده واعمل بلوك واقول له بتاعته اللي هي اول واحده هنا في الزيرو زيرو والاوبجكتس فين؟ الاوبجكتس ده هي تكون لها هم الاربعه دول معانا اقول له اوكي بقى بلوك خلاص صح كده؟ خده في اي حته تعجبك اهو هناخده هنا نعمل له روتيت اهو حطيته انت مع الاليفيشن ده حطيته مع الاليفيشن ده مع الاليفيشن ده
دي حاجة نقطة مفروغ منها. لو عملت بلوك إديت هنا في ده في أي حتة هتلاقي بلوك بلوكات كلها تعدلت معاك. تمام كده؟ واضحة النقطة دي؟ تمام. طبعا أنت جالك مظبوطة دي يا باشمهندس عماد، للمعماريين كلهم مظبوطة حلوة أوي. طيب طيب ممكن نستفيد، تيجي نجرب مثلا عايزين نعمل هنا. طبعا انا ما باجي اعمل خرطوشه مثلا زي دي كده هنا اهي، فانا عايز اللي اوت ده هو في رقم اللوحه دي مثلا 101. عندي كذا لي اوت اهو، لي اوت واحد نعمل له كوبي اهو، ده هنسميه 101 مثلا. ما يكون فيه بارتس مثلا ده 101 ده 102 صح كده؟ انا مش هقعد كل شويه غير بقى هنا، هاجي على دي معالم الحته دي بس. خش خش على اول بقى هنا مره دي، وهنلاقي حاجه اسمها هنا استريا دي اللي بيظهر لك سي تب، سي سي تب اهو راح فين اهو راح تب، نقول له اوكي راح جايب لنا هنا رقم اللي اوت. طيب تيجي نغير اللي اوت، اللي اوت التاني بس يا جماعه رز قطع الصوت والصورة، شايفين كده يا جماعة؟ تمام؟ تاني انا عايز اخد رقم اللي اوت احطه في رقم اللوحه او في رقم جزء الماء او ايا كان. تمام هعمل ايه؟ هعمل كده، نسيت دي عشان دي معموله امسحها اهي، في دي مثلا دبل كليك عليها عشان تيجي استعادي يطلع اهو، هتعمل له اديت اعلم الحته اللي انا عايز احط فيها رقم اللي اوت، رايت كليك عليها هقول له انسرت فيلد، هخش على all، هخش على system variable، هخش على حاجه اسمها سي تاب اللي هي الكرنت تاب، التاب اللي هو تحت ده، فاقول له الكرنت تاب بتاعي ايه اهو. عايز اقول له بقى هنا الفورمات بتاعته، الفورمات ابر كيس ولا لور كيس ولا فيرست كابيتال وتايتل وهكذا، اقول له اوكي راح اوري اللي هنا تغير هنا، لو مثلا التغييره دي خليها 505 اهو، ما اتقلتش ليه؟ الطاقه ما اتقلتش ليه يا جماعه؟ عايز ريجن او الريجن. تمام تمام يا باشمهندس كريم، ريجن اهي تمام. بصوا قريت ازاي يا جماعه، اهي 505 هنا اهو، هنغير تاني اهو نخليها 404 ريجن اهو. تمام كده خشوا بقى على هتلاقي تاني كتير حلو قوي تشتغلوا بيها هنا. بصراحه انا يعني انا بالنسبه لي يعني مثلا اهو الفايل نيم اهو، انا عندي الفايل نيم دوت اهو الباث، اقول له الفايل نيم اونلي وزاد اكستنشن، ممكن احط الفايل نيم هنا في جوه هنا اقول له اوكي اهو،
تمام، هقول له اوكي اهو الفايل نيم جه هنا اهو اللي هو 2027 زد 3 اس دي اللي هو نفس الفايل نيم اهو هو اللي جه هنا. تمام كده يا جماعه، وضحت النقطه كده؟ نعملها تاني. في الدوكيمنت اهو في فايل سايز، فايل نيم، كومنتس، كيورد، لاست زيفت باي، مين اللي عمله، السبجكت بتاع التايتل. ماشي يا جماعه، انا عايز الفايل نيم اهو احطه واشتغل عليه وتمام التمام. تمام كده. تيجي نحط حلوه كمان. الو تمام يا جماعه، اللي حوالي ساعه دلوقتي تحبوا نكمل ولا نحب نكتفي كده ونكمل في وقت تاني؟ حاضر. احنا كنا سامين وقت للتطبيق يا باشمهندس، وكمان انت عندك تسجيل فما تقلقش في حكايه التطبيق دهيت، ما تقلقش وانا معاك في اي وقت. انت ايه في اي وقت طبق ما تقلقش من اي حاجه، انا معاك. وحتى بعد ما الكورس يخلص اصلا انا معاك برضو في الجروب، تقول اللي انت عايزه لو حاجه وقفت قدامك او عايز تستفسر عن اي حاجه. طيب باشمهندس محمد اشرف، معلش ابعت لي على الـ على الواتساب. احنا بس اكتر واحد يتكلم يقول انا عايزين لي اوت دلوقتي هنتكلم فيه. هو لي اوت مش صعب يا جماعه، مع التطبيق كتير كل حاجه سهله مع التطبيق كتير. ما تقلقش يا باشمهندس احمد، انا معاكم في اي وقت، حتى لو حاجه وقفت على الواتس ما تقلقش. نص ساعة كمان هنتكلم في التيبلز وخلاص. ماشي يا جماعة، احنا درسنا التيبلز. ايه احنا في اي وقت تعجبك احنا حاضرين، حضرتك تقول احنا موافقين عليه. تيبلز يا جماعه تكتب تيبل تم، ممكن تحط الستاندرد وتقول له نيو هتسميه مثلا حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الناس موجوده؟ اه باشمهندس موجودين. مشكله عندنا في السنترال عندنا تقريبا يعني، او حاجه يعني في ايا كان يعني.
هنقول بقى طيب نرجع لموضوعنا تاني. احنا هنتكلم عن التيبلز عشان نخلص التيبلز بطريقة بسيطة كده وهنمشي فيها بسرعة وهتستفيدوا منها ان شاء الله. التيبلز اتطور في الاوتوكاد خلاها وبقى قريب من الاكسل. بقى قريب من الاكسل يعني هكتب مثلا ايه كلمة تيبل اهي هيجي لنا الشاشة دي بيقول لك فها ستاندرد. ممكن اعمل واحدة جديدة اقول واحدة جديدة نيو عايز اسميها ايه غير واحد معانا توفيق. توفيق تمام كونتينيو. هنا بقى ازاي اظبطه هنا في باينه اهي وبعدين فيها هيدر 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 وفيها تايتل هم الثلاثه هنا هم. فانا بعمل فورماتنج لكل واحده منهم زي ما انا عاوز. فانا هبتدي بالداتا في عندنا ثلاث ابواب هنا جنرال اذا كان في كلر او الالاينمنت بتاعتها خط ايه هقول له الكي سي الهايت بتاعه كام 2.5 تمام. البوردر بتاعه عايز بوردر لا والتكست 4 3.5 طبعا الكلر هيبقى باي لير ولا خليه معين ليه مثلا هنخليه الساين تمام. نرجع للداتا هنخلي لونها جرين الهيدر بقى ساين بوردر مش عاوزه تايتل التايتل الرئيسي هخليه ميدل سنتر برضو والتكست بتاعه هيبقى 5 والكلر بتاعه هيبقى احمر. لو انا اتأثرت ازاي بوردر مش عايز بوردر هقول له اوكي طبعا الشكل بتاعه اهو دبل كليك عليه عشان هو الديفولت بتاعنا اهو نزل اهو. طيب تيبل تاني فيها احنا عايزين كام في كام عايزين الاعمده كام واحد الاعمده مثلا 4 و الرو هيبقى كده يا جماعه اقول له اوكي راح منزله لي 4 في 6 هنا ابتدت الحته واحده فوق والهيدر هنا وجوه هنا. طيب بكتب بدوس عليه جوه دي سيل معينه في نرجع للبروبرتس هنا هنلاقي كل حاجه هنا في التيبل اهو وهنلاقي كل حاجه موجوده هنا مثلا عايز الويث الخليه دي مثلا اخليها 10 اهو عرض معايا وهنا 5 الالاينمنت اهي انتر راح يتظهر يبقى كده عايز اكبر العرض شويه اهو كبر معايا تمام. طيب في عمليه حسابيه او ممكن السيل ده هي اسمها ايه اسمها بي 5 فانا عايز اقول له هاجي هنا مثلا في الخليه دي هجمع اللي فوقيها اقول له هنا بيساوي زي الاكسل بالظبط هنا نبتدي من دي 3 زائد دي 4 زائد دي 5 زائد دي 7 طبعا هنا مفيش ارقام لان ما حطيناش هنا حاجه هنكتب هنا 1 2 3 الشبكة بتقطع يا دكتور اهو جاب السلام عليكم باشمهندس الاء مهندسه الاء الصوت كده تمام انا بكتب لان بحس الصوت حاسس ان الصوت بيقطع شويه فانا
عشان كده بكتب يعني. طب يا جماعة احنا النقط الكونتينس بتاعتنا اهي، فلو حد عايز يحبب في جزء يا جماعة احنا هنتكلم فيه برضو، اللي هو الكلاود ازاي نعمل بتاعتنا احنا عشان تبقى بسيطة بيننا وبين بعض. تمام يا جماعة، اهي ده الايميل بتاعها وده الباسورد، وده بيقرا ان حتى لو خد البرنت اهي هياخد الداتا دي كلها اهو على الكيو ار كود. الكيو ار كود اهو لو حد خد برنت سكرين وخده هيفتح هياخد معاه الداتا دي. ازاي نعمل شيرنج ما بيننا وبين بعض في ملفات معينه بسبب اللي هو الحظر اللي بيحصل دلوقتي واللي هو الشغل من البيت. تمام، لحد كده واضح يا جماعة؟ كله واضح؟ طيب يا جماعة انا هقول لكم الكونتينس بسرعة كده عشان نبقى عارفينه، لو حد حاب يزود يبعت لي على الواتس. هنتكلم على ديناميك بلوك المرة الجاية والاتريبيوت بتاعه. تمام، ببلش، الهايبر لينك، الكلاود، كوليبريشن، السيستم سيتاب، ده هنبتدي نتكلم فيه عن الليزب ان شاء الله. هنتكلم فيه بداية عن الليزب وازاي نبتدي الليزب بس، لكن هنتكلم المرة الجاية يا جماعة عن Introduction to Lisp. طبعا في كورس هيتعمل عن Lisp وبرمجة بالLisp، بس انا هنتكلم بداية بس عنه، وهنتكلم عن System Variable وازاي اعمل Lisp وازاي اعمل حط System Variable فيه، والExternal Reference هنتكلم فيها برضو. كده هنزود بقى ايه Layout. في حد حابب يزود حاجة تانية يا جماعة؟ حد حابب يزود موضوع معين؟ احنا هنا مسألة الخرطوشة. في حاجة تانية يا جماعة؟ برينتنج، عندنا هنتكلم عن البرينتنج، عن البلوتنج اهو، اوتبوت الباب، ازاي نعمل بابلش وازاي نعمل برينت، ازاي نعمل اي ترانسميت. في مواضيع تانية يا جماعة نحب نتكلم فيها؟ فيصل 3D. بالتالي ال سبورت ريفت احنا في اوتوكاد برسبكتيف ده 3 دي، بالتالي هيبقى الماكس اكتر منه خبره في عن الاوتوكاد. يعني طبعا احنا عارفين شركات الانتاج اللي هي شركات زي شركه اوتوديسك بتقعد تعمل
تدي لكل برنامج خاصيه تسيبوش وتروح لواحد تاني. يعني مفيش لو الاوتوكاد فيه كل الخواص مش هتشتري ريفت ولا تشتري ماكس ولا تشتري مايا والحاجات دي كلها. فبيحط لكل واحد فيه مميزات بتاعته عشان يعني. فالاوتوكاد بعيد شويه عن حكايه الثري دي والبرسبكتيف والاضاءات والكاميرا والحاجات دي كلها. نخش على الريفت او نخش على المايا, نخش على ريفت والماكس 3 دي ماكس والمايا طبعا ده المستوى الاعلى طبعا. في مواضيع تانية يا جماعه حابين نتكلم فيها؟ صوتي مسموع يا جماعه؟ الصوت تمام يا باشمهندس. طيب في مواضيع تانية حابين نتكلم فيها؟ بايندينج بروجكت والاكس ريف اهو, هو دي الترانسميت. هنتكلم في الجزء الترانسميت دوت, هنتكلم فيه البايندينج. حاضر, هنتكلم في البايندينج لوحده حاضر, ونتكلم في جزء على الاكس ريف نفسه هنتكلم لوحده فيه. اهو الاكس ريف ده اكسترنال ريفرنس او الاكس ريف. واللي حابب ان ارفع لكم فايل دلوقتي, انا مش فاكر ده في مكان وانا بشوف فيصل مش فاهم معايا يا جماعه. في يوزنج اكس ريف اهو, في فايل كنت عامله عن الاكس ريف. انا معلش بقى يا جماعه بس هو بالانجليزي لان انا كنت في شركه مالتي ناشونال, شركه فيها فروع كتير في دول تانية, وكان معانا موظفين تانية جنسيات تانية, فكنت بعمل لهم الحاجات بالانجليزي. دي كانت عند الاكس ريف بالانجليزي بقى. لو اي نقطه مش واضحه فيها انا حاضر يعني. باشمهندس رويده نعم حاضر. تقطيع المساحات مش فاهم برضو شغل مساحه ده. احنا بنتكلم اوتوكاد كاوتوكاد, مش بنتكلم كقسم معين او ديبارتمنت معين ديفيجن معين. احنا مش بنتكلم فيه, احنا بنتكلم في العام. احنا بنتكلم في اوتوكاد كاوتوكاد لان حضرتك بتستعمله في اللي انت عايزه بقى دي كده. تقطيع المساحات انا بصراحه انا ما عنديش خبره فيها, انا ما اشتغلتش مساحه قبل كده او ما اشتغلتش لاندسكيب يعني عشان اخد مساحات ما اعرفهاش بصراحه. كلمه هاتشور دي تقريبا قريبه من كلمه هاتش, فممكن تبقى بالفرنساوي او حاجه زي كده. فالمهندس فصل من لو من دوله بتتكلم فرنساوي ممكن يقصد الهاتش. ايوه يبقى دي كلمه هاتش يا باشمهندس. ماشي تمام. ايه المطلوب في الهاتش؟ ممكن تفتح المايك بس تتكلم يا باشمهندس فيصل عشان اسمع بس واشوف فيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بستعمل الاوتوكاد بالنسخه الفرنسيه. نعم. عندي هذه الأيقونة مكتوبة أشير اللي هي بتاعت المساحات ولا الهاتش. الهاتش مساحة. نعم المساحات يعني على كيف مش تقطيعها على قصد انه مقطع ولكن طريقة الرسم فقط. انا عايز ازاي تعمل هاتش جديد. هاتش جديد والانواع نتاعه فيها انواع كثيره. لما الوضع على ايقونه تخرج لي انواع كثيره. نعم لو سمحت يعني تقدر تشرح لنا هذه في الدوره اخرى يعني ممكن يعني. طيب الهاتش ده بيبقى مبدئيا في انواع هاتش بيبقى مكتوب عليها اسمها تستعمل نعم. فيه نعم هنعمل هاتش اهو. قصد حضرتك على دي والانواع دي صح كده؟ ايوه على
كل واحدة مكتوب اسمها قدامها، في منهم مستعمل كتير بيستعمل، يعني ده الكونكريت بيبقى اسمه جنبه أو شكله، يعني ده مثلا بيتعمل انترلوك، ده الساند اهو، وهكذا الكروس اللي هو الحشيش دوتس وهكذا. مثل مساحة خضراء يعني، مساحة خضراء طبعا ده الجزر دي مساحة خضراء. ايوه شكرا استاذ، شكرا.